الأردن. حابة أحكي لكم عن طبخة الرشوف أو أكلة الرشوف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة كلهم شهر رمضان على أمة محمد والأمة الإسلامية، وإن شاء الله إنه تعجبكم هذه الأكلة لأنها مشهورة عندنا في الأردن بالصرف بالذات وباقي المحافظات يعني، وأكلة مفيدة جدا لأنه فيها يعني شغلات كانوا يعملوها أجدادنا من البرغل والعدس واللبن. هلا بالنسبة لأكلة الرشوف، مكوناتها البرغل أو الرز، في ناس بيعملوا برز، العدس الحب، البصل المفروم فرمة ناعمة، الجميل طبعا يا إما لبن نعاج يا إما جميل، أنا عاملة جميل يكون أزكى، والسمنة البلدية عشان نقلي فيها البصل بالأخير. بدنا نبلش هلا نغسل البرغل والعدس. انتهينا هلا من سلق العدس مع البرغل وتقريبا استوى، بس يعني ما بنخلي العدس يدوب كتير كتير، بس انه يكون استوى تقريبا. بدنا نضيف هلا الجميل للعدس والبرغل اللي احنا سلقناه مع التحريك، وطبعا بدنا نشوف سماكة اللبن، يعني ما بدنا نزيد كتير جميل حتى ما يكون انه يعني كتير جامد. وشغلة تانية انه ما بدنا نحط، اذا كان جميل بيكون مالح، ما بدنا نضيف له ملح كتير، يعني يمكن ذرة ملح بس. هذه واحدة من الطبخات اللي يعني في ناس بيعتبرها شوربة، نوع من أنواع الشوربات، وفي ناس بيعتبرها وجبة رئيسية. أنا بالنسبة لي بعتبرها وجبة رئيسية لأنه فيها العدس اللي هو بدل اللحم، وفيها يعني كل المقومات الغذائية، لبن، البرغل، في فيتامينات طبعا. فهي بلش يغلي الرشوف، بنخليه يغلي شوي عشان يعقد اللبن، يعني بده 10 دقائق تقريبا لحتى يغلي. رح نستعمل السمنة البلدية أزكى شيء مع اللبن، ونقلي فيها البصل هذا بالأخير طبعا. طبعا كمية البصل رح تكون حسب الكمية اللي أنت عاملتيها من الرشوف. هلا بنقلي البصل، الرشوف بصير على بيج شوي لانه من لون العدس بيتغير، يعني هذا اللون كمان بيعطيه جمال. البصل والثوم واللبن، او البصل والثوم بالاكثر، انه بيستخدموه اهل الاردن بكل تقريبا كل الاكلات. هلا بعد ما احمر البصل بدنا نديره على الرشوف وخلص، يكون هيك انتهت الطبخه، ونطفي الغاز. مجرد ما حطينا البصل خلاص بنسكب الصحن وصحتين وعافيه.